Listen 7.5 اللي هي use partial quotient to divide. في هذا الدرس راح نستخدم طريقة الـ partial quotient في الـ divide، وهي على فكرة نفس طريقة الدرس الماضي بس إنها هي فكرة هذا الشكل. فالسؤال الأول لاحظوا هي نفس الـ area model، بس لو عكسنا الـ area model هي نفسها الأرقام اللي هي 50 و 10 و 2. لاحظوا هني راح نكتبها ونفس الانسر اكتبه هني ونسوي ماينس. راح احل انا معاكم هذه الاسئله. نشوف مثلا اول سؤال عندنا 819 ديفايد 39. دائما احط الديفيدنج داخل والديفايزر برا. 39 بعيده وايد عن 800، فمعناته ابدا برقم كبير 20. راح احط الزيرو، الزيرو هذه مال 20 راح احطها. 2 ملتبلاي 9 18 8 1 اب. 2 ملتبلاي 3 6 وال1 راح تعطينا 7. نسوي ماينس 9 ماينس 0 9، 1 ماينس 8 ما يصير بارو، هذه بتصير 7، هذه بتصير 11. 11 ماينس 8 راح ايكوال تو 3. لاحظوا 39 هي 39، فمعناته على طول اسوي ملتبلاي باي 1. 1 ملتبلاي 9 9، 1 ملتبلاي 3 3 اسوي ماينس 0 0. فالانسر عندنا 21، كتبنا الانسر 21. المسألة الثانية اللي هي 988 ديفايد 26. نلاحظ ان 26 و 900 وايد بعاد عن بعض، فابدا على طول بال 30 او بال 20 عادي يستوي، بس راح تكون شوي طويله. نحط 0. 3 ملتبلاي 6 18 نحطه 1 اب. 3 ملتبلاي 2 6 وهذه 7 تساوي ماينس 802. الحين افكر برقم اضربه بال 8 في اضرب ال 6 معاه يعطينا 8 اللي هو 3. او نفرض مثلا 8، 8 ملتبلاي 6 يعطينا 48، احط 8 وال 4 اب. 8 ملتبلاي 2 16 بلس 4 راح يعطينا 20 0 0 0 والانسر 38. لاحظوا انا هني سويت اول شيء 30 بعدين 5 بعدين 3، عادي يصير بس استوت عندي المسألة طويلة، اما هناك كانت اكثر. السؤال اللي بعده مثلا بديت اول شيء بال 30 بعدين بديت في 10 بعدين بال 5، يصير يستوي ان ابتدي على طول بال 40. هني مثلا بديت اول شيء 50 لان 66 وايد بعيدة عن 3000، فبديت بال 50 وهي طريقة الحل والناتج 52. هني عندنا السؤال اللي هو 187 ديفايد 17، بديت اول شيء في 10 لانها وايد قراب من بعض، طلعت الانسر 11. هذه لاحظوا أنا بديت في 60، يستوي أبتدي بتوينتي ثيرتي، بس مثل ما قلت لكم راح تاخذ وقت منكم طويل في الحل. هني بديت في 60 لأن أبعاد عن بعض، فطلعت من الإجابة 64. هني بديت بالفيفتي بعدين في 10 وبعدين بالثري، فطلعت من الأنسر 63. في هذا السؤال لاحظوا عندنا over 11 week last summer Emily earned 4004. She earned $40 per hour. Emily worked the same number of hours each week. How much did she earn each week? أول شيء في كم أسبوع هي اشتغلت 11 week؟ فقلنا 4004 divide 11 طلعت عندنا الأنسر 364. هذا في الأسبوع الواحد. زين بالأسبوع الواحد نبي نعرف كم ساعة هي اشتغلت. الساعة الواحدة هي تستلم فيها 14. فأقول 364 divide 14 راح تطلع 26، وهذه عندنا طريقة الحل، موجودة طريقة الحل.